نحن دخلنا في مرحلة جديدة وب قواعد اشتباك جديدة. أنا تقديري أنه ما حصل هو بيعكس أنه فعلاً أنه نحن وكأنه عم ندخل مرحلة جديدة، وإذا راقبنا اللي حصل، لأنه نحن ما صارت الضربة بلبنان هي نتيجة فقط أنه في ضربة استهداف للبنان، إنما إجت بعد ضربات صارت بالعراق، صارت بسوريا، صارت بلبنان، مما يدل على أنه في خطة إسرائيلية جديدة لا ترتبط فقط بلبنان إنما تتجاوز لبنان إلى المنطقة، واللي واضح الإسرائيليين عم بيحكوا فيها بشكل صريح وواضح بيتعلق بالنفوذ الإيراني بالمنطقة. بما يتعلق بلبنان وبهذه الضربة اللي حصلت واللي كان واضح إنه من البداية في حالة من الغموض، ما كان يعني كتار عم بيفهموا شو اللي حصل بالضاحية الجنوبية. قيل انه طيارة وقعت بشكل انفجرت لوحدها، قيل انه حزب الله ليلة يعني فجر الاحد فجر السبت بدي اقول فجر الاحد لا فجر الاحد انه كان الضربة كان الحكي الصبح انه والفجر، وانا كنت عم تابع هذا الموضوع، انه حزب الله اسقط طائرة. بعدين طلع بيان حزب الله انه لا مش نحن اسقطنا الطائره، هي وقت لحل. بعدين سيد حسن نصر الله قال انه سقطوها بالحجاره، وقال بعد ذلك انه سيرد. لكن ايضا امس في مؤشر يعني اللي طلع الناطق باسم الجيش الاسرائيلي امس اللي عمله بما يتصل به طلع المعلومات اللي بيزعم الاسرائيلي انه في شغل على مستوى الصواريخ الدقيقه بلبنان، وبالنسبه لحزب الله طلع فيديوهات نشرت امس. بتقديري هذا الشيء اللي متعلق بالنشر اللي حصل على مستوى ما يقوله الاسرائيليون انه في شغل معين على تطوير او على الاتيان بمعدات معينه ترتبط بصناعه الصواريخ الدقيقه، واللي اوحى الكلام الاسرائيلي اللي امس تسرب عبر الصحف، لانه دائما الاسرائيليين كمان حذرين يحكوا كلام بشكل علني عما حصل، لكن فهمنا وكانه في نوع وما بنعرف قد ايه دقيق، كمان هذا بيطرح تساؤل لانه في اسئله انه وين تحقيقات الجيش اللبناني؟ هل صار تحقيقات؟ نزل مفوض الحكومة نزل بس ما فهمنا شو اللي صار. بعدنا لحد الآن نحن إذا عم نتابع المؤسسات الرسمية والدولة اللبنانية نحن ما فهمنا شو حصل تماما في منطقة حي معوض فجر الأحد. سيد حسن نصر الله قال ضرب هدف. طيب بالضاحية ضرب هدف، حدا يقلنا غير شيء. ايه ضرب هدف. طيب الهدف اللي ضرب شو هو؟ سربوا الصبح الأحد كمان التنين أنه في كان شخصية معينة أو مسؤول أمني كان مستهدف. الحكي الإسرائيلي الأخير اللي حصل أمس أوحى وكأنه في ضرب لهدف يتعلق بموضوع الصواريخ الدقيقة. بس بالمقابل كان الموقف الإسرائيلي كمان متردد، يعني شفنا بالبداية صمت إسرائيلي، بعدين أنه طائرتين مسيرتين ما هدفهم شيء، رايحين استطلاع، هني مجهزين متفجرات لحتى تفجير ذاتي. تالت شيء بلش يتحول الموقف الإسرائيلي، توصلنا لقصة تصنيع الصواريخ ومعدات خاصة بتصنيع الصواريخ، هذا الخلاط اللي صار كل العالم تعرف فيه اليوم. حتى الموقف الإسرائيلي كان متردد وتطور من مرحلة لمرحلة. صحيح، ونحن مش يعني منا بموقع اللي بدنا نعتبر انه الاساس هو شو الموقف الاسرائيلي، بس نحن عم نحكي كلبنانيين بالعمليه كعمليه. لافت كان اسرائيل اعترفت فورا وبالليل وعلى لسان نتنياهو بضربه سوريا، وطالبت من الجيش وجيشها ومن مواطنينها اللي تحضروا لكافه السيناريوهات. بلبنان ما اعترفت، وقلنا صار في تردد بهذا الموضوع. ضربات من العراق لسوريا وبعده على لبنان، لو بعد ما في اعتراف رسمي اسرائيلي، بس هي صار واضح انه ضربه اسرائيليه، خاصه من خلال التداعيات الدوليه والاتصالات الدوليه مع اسرائيل ومع لبنان. لوين رايحين بهذا الموضوع؟ من خلال هل ممكن نروح لمسار تصعيدي بالعمليات؟ هل
تساؤل كبير اليوم، رد حزب الله امتى رح يكون؟ ووعد السيد نصر الله انه الرد رح يكون حتمي، مش يوم يومين وثلاثة، بس هناك رد وموجع بحجم الضربة إن كان بلبنان وإن كان بسوريا. أكيد الخطاب السيد حسن نصر الله كان واضح بهذا الشأن، لكن لاحظنا باليوم الثاني ولو أنه لم يصدر عن بس ما نفي حزب الله لم يصدر عن قيادي معين من حزب الله، الكلام لرويترز اللي قالوا نسب لحزب الله بأنه سيكون هناك رد على الضربة ولكن بما لا يستدعي أو ما لا يستدرج أو يؤدي إلى حرب. بمعنى أنه حزب الله على الأقل حدد مبدئيا أنه يريد أن يذهب يرد، ولكن بنفس الوقت عم بيقول أنا بدي أعمل ضربة ما تؤدي إلى حرب. هذا بحد ذاته بيعكس أنه في نوع من التحفظ من قبل حزب الله أنه يستدرج أو يروح على حرب، لأنه كمان ما يغيب عن بالنا أنه الإسرائيليين أيضا عم بيعملوا طريقة بهاللحظة بالتعاطي وكأنهم عم يستدرجوا حزب الله لحرب، وهذا برأيي بيعكس لأنه ربما الإسرائيليين بهاللحظة بيعتبروا لحظة مناسبة لإلهم إلى حد ما. في عدة رسائل دولية أنه إسرائيل غير معنية بالتصعيد، لكن هم يدركون أنه حزب الله أكثر منهم محشور إذا بدك ما بده حرب. لما بتقدرك أنت خصمك أو عدوك ما بده حرب فبتروح بتحرجه، يعني بتحرجه، يعني محاولة لتغيير قواعد الاشتباك. برأيي إلى حد كبير أنه الإسرائيليين عم بيحاولوا يقولوا أنه نحن، ولذلك المعلومات اللي طلعت أمس بما يتصل أنه نحن شو عم بيقولوا الإسرائيليين، الرسالة الإسرائيلية يفهم منها أنه في عندكم شيء له علاقة بتصنيع صواريخ الدقيقة لن نسمح به، وهذا أمر يتطلب منا أن نضرب ما نعتقده أنه هذه له علاقة بهذا الموضوع، وأنه حدود ضربتنا رح تكون بهالحدود. إذا أنتوا رح تروحوا على رد فعل على هذا الأمر ممكن يؤذي إسرائيل، فإسرائيل أيضا كمان بتقديري أو بحسب المعطيات أنه أيضا مش رح تكون بموقع أن تسكت على هذه تحليلك. قبل ما أروح لمداخلات المستمعين وبلشت تورد على صفحات برنامج حوار أونلاين الإلكترونية، تحليلك أستاذ علي الأمين، هل تأخر الرد من قبل حزب الله أم ينتظر اقتناص الفرصة الميدانية أم تأثر بالضغوط الدولية اللي اجت على لبنان أو التهديدات اللي لبنان؟ شو صاير بهيدي المرحلة؟ أنا برأيي في مجموعة عوائق بتمنع حزب الله من أنه يقوم برد مؤذي لإسرائيل. في أولاً شيء له علاقة بالمفاوضات أو السعي لإجراء مفاوضات إيرانية أمريكية من خلال المبادرة الفرنسية، لأنه ما ننسى اجت الضربة باللحظة اللي كان عم ينحكى فيها بتقارب أو بمحاولة إعادة الحوار الأمريكي الإيراني واللي كانوا الفرنسيين عم بيشتغلوا. خلينا بهالنقطة بالذات، بهالنقطة بالذات، بركي اليوم الإسرائيلي ما كان راضي على هيدا التقارب، هو حركة ربما ومش مستبعد، وقيل هذا الكلام، يعني بعض المحللين ذهبوا إلى أنه إسرائيليين بنزعجوا من التقارب الإيراني أو من احتمال عقد صفقة يكون عنوانها الملف النووي والصواريخ الفلسطينية وأمن الممرات الخليجية من دون أن يتطرق إلى الملفات الأخرى المتعلقة بملف، لأنه كلنا بنتذكر أنه الأمريكان حطوا 12 شرط من ضمن هالشروط تتعلق بوجود إيران بسوريا، موضوع العراق، وموضوع يعني عدة ملفات. ربما الإسرائيليين اعتقدوا أو شعروا بقلق بأنه ممكن يصير صفقة وهذه الصفقة لا تتناول الملفات الإقليمية اللي بتعتبرها إسرائيل معنية فيها، فقد تكون هذا العائق الثاني اللي كنا عم نقوله بالنسبة لضربي أو الرد حزب الله، هو يتعلق أيضا بقلق من أنه يصير رد فعل إسرائيلي قوي يستدرج الآخر الجميع إلى حرب، والكل يدرك يعني حتى حزب الله أولا أنه فكرة الحرب مع إسرائيل بهاللحظة صارت عنوان يعني إذا رحنا على حرب كبيرة، يعني إذا السيناريو التالي الإسرائيليين ردوا حزب الله رد وأدى هذا الرد إلى إسقاط قتيلين 3 قتلى مثلا إسرائيليين، تقدير الكثيرين أن الإسرائيليين ما رح يسكتوا رح يردوا،
وبالتالي رد الإسرائيلي، هل حزب الله بيرجع برد؟ ممكن نستدرج هذا للحرب. حزب الله قادر على أن يتحمل فكرة الحرب، بس قادر بعد كلام سيد حسن نصر الله العيل النبرة أنه ما يرد؟ أنا ما عم بقول أنه ما بيرد، ونحن قلنا بده يرد، لكن أمام قرار الرد في عم نقول عوائق، يعني مخاطر. هناك محاولة اليوم لتمرير رد مدروس مثل ما قال المصدر لوكالة رويتر، انه مدروس، وهن يعني لما بيقول لرويترز مثل ما تفضلت انه نحن رح نعمل رد مدروس لا يستدرج حربا. شو بنفهم منه هذا الشيء؟ بنفهم انه لابد توجيه ضربي، ما تشعر اسرائيل انه اذا ما ردت عليها بتكون يعني يعني تخلت أو بتكون بتشعر بهزيمة معنوية. أنا بدي أخذ أول مداخلة صوتية. مرحبا، مين معي؟ ألو، مرحبا، أهلا وسهلا، مين معي؟ يعطيكم ألف عافية، أنا خالد ممتاز. أستاذ خالد، كيفك؟ تحياتنا، مستمع دايم لحوار أونلاين وضيف كمان. فينا نقول الله يخليك. تفضل. شوف، أنا قلت على نفسي انه ما احكي بموضوع الحزب وبالتطورات باتجاهه، ولكن للاسف الشديد حصل اللي حصل. الكلام اللي عم بيقوله السيد علي كلام دقيق جدا في الكثير منه، ولكن في موضوع صغير انا حابب اضيفه. قرار انهاء وجود حزب الله المسلح اخذ من الولايات المتحده وبدا تنفيذه. ما بقى في مهرب من إنهاء وجود سلاح حزب الله. هذا كلام كبير، ولكن هذا هو الواقع. على طول بتكبر الحجر أستاذ خالد. بس لأقول لك هالكلمة، الولايات المتحدة اليوم عم بتخير لبنان والدولة اللبنانية أمام إما صواريخ وإما اقتصاد. وما صحيح إن الولايات المتحدة منع عاطل ضوء الأخطر لإسرائيل بشن حرب في حال عمل حزب الله ردة فعل، مهما كانت هذه ردة الفعل، مهما كانت الإسرائيلي والتموضع العسكري تبعه يشير ويدل أنه يتحضر للحرب. وننبه حزب الله ونناشد السيد حسن ونقول له لا تأخذ البلاد إلى حرب مدمرة. اليوم ما عندنا صديق، ما عندنا حليف، ما فيك تحمل هيدا ما فيك تحمل هيدا المسؤولية لحزب الله، لأنه حزب الله اعتدي عليه واعتدي على لبنان بالضاحية، وكل المسؤولين اللبنانيين، مجلس الدفاع الأعلى، الحكومة اللبنانية اللي بيرأسها رئيس سعد الحريري، رئيس الجمهورية، عم بيقولوا يحق للبنان الرد، الدفاع عن النفس، لبنان معتدى عليه. ما فينا نحمل المسؤولية كمان لحزب الله. أنا ما بدي أحكي بيدي، أنا ما بدي أحكي عن الدولة اللبنانية المغيبة المستسلمة، الدولة اللبنانية التي تخلت عن دورها السيادي تماما لحزب الله. يا أستاذ خالد، بعض الناس بيقولوا هيدا دور السيادة، بس أستاذ خالد، لأنه ما فينا نطول كتير أنا وياك على الخط. بس دور هيدي الكلمة على موضوع تحميل المسؤولية لحزب بس الله. بس دور السيادة، أنا ما عم حق مسؤولية لحدا، أنا اللي عم بقوله عم تنبه منه إنه كل المحللين السياسيين التابعين لمحور المقاومة أو محور إيران عم بيقروا غلط، عم تنبه في حال ألا غلط رح يتسبب بحرب مدمرة. أخذوا هذا الكلام بعين الاعتبار. بدي أشكر مداخلتك أستاذ خالد، وصلت فكرتك. أنا بدي أشكر مداخلتك، منرحب فيك دايما بحوار أونلاين. بس اليوم أستاذ علي الأمين اللي عم يحكي عن السيادة، في ناس كتار بلبنان مسؤولين كمان بيعتبروا أنه السيادة والكرامة تقتضي الرد على الاعتداء الإسرائيلي. يعني أكيد أنا إذا في عدوان إسرائيلي أكيد صار في عدوان، صار في عمل، ما عم نقول لا. لكن الإشكالية مش أنه أنا إذا قررت أنا وياك هلأ رد على إسرائيل، أنا وياك نقرر نروح هلأ نطلع أنا وياك على الحدود ونزلتلنا كم قنبلة ونقتلنا كم إسرائيل، هذا بالشكل، ما أنه عمل مقاوم بالشكل. فيك تقلي أنه إيه نحن لأنه عم نرد، إجوا الإسرائيليين اعتدوا علينا، نحن عم نرد هذا العدوان. كل الخبرية اللي عم نقولها بالأساس
وهي العودة للاستراتيجية الدفاعية، لأنه الإشكالية مش أنه أنا برد أو ما برد. رئيس الحريري بيقول مش وقتها اليوم، مش لبنان معتاد عليه. مش, مش, مش كيف إذا مش وقتها؟ ليش قبلها كان وقتها؟ بس هو قالها بمجلس الوزراء. لا أنا بدي أقول أنه أنت لما بتقلي مش وقتها، ما صرنا كم سنة عم نحكي بالاستراتيجية الدفاعية. طيب هذا الوقت اللي مر شو كان؟ يعني الوقت اللي مر، السنوات اللي مرت، واللي ما نعمل ما كان مناسب. فإذا أنا بدي أقول القصة مش قصة، لأنه الكل يدرك أنه يا حزب الله بلبنان، ما خلي ما نشيل يعني بلا ما نحكي بكفوف، يعني حزب الله بلبنان ما كل اسأل أي واحد بالعالم، هو أحد مصادر النفوذ الإيراني. طب إذا إيران إلا مصلحة ترد على إسرائيل بشيء معين أو تعمل قصة معين، حساباتها لإيران ومصالحها تقتضي هذا الأمر. طب نحن في لبنان من يقرر المصلحة اللبنانية؟ كلنا عم نقول كنا بفترة سابقة، واليوم يجب أن تقال بقوة، أنه مسألة الاستراتيجية الدفاعية، يعني لما بده يتقرر أنه لبنان يرد على إسرائيل فعلا، أنه بده يكون فيه هناك قرار بلبنان واحد، قرار يمثل هذه السلطة ومتقرر. فتنا على داخل لبنان اليوم، ما بتشوف أنه بلبنان في قرار واحد؟ صارت العملية. أنا بدي أسرد أحداث. صارت العملية، أنا معك أنه في قرار واحد، صارت العملية، صار في رد من السيد حسن نصر الله، هو أمين عام حزب الله، وقال إنه بده يرد حتميا على إسرائيل. بعدها صار في مجلس الدفاع الأعلى، أخذ علم ما أخذ علم، صار في نقاش عليها بهذا الموضوع، بس قال حق اللبنانيين بالدفاع عن سيادتهم وتتم تعرفها. في كمان كلام لرئيس الجمهورية، الاعتداء هو إعلان حرب، ونحن حقنا نرد على إعلان حرب إسرائيلي، إسرائيلي علينا ونحن حقنا نرد. كلام رئيس الحكومة حكينا عنه قبل شوي، اليوم لبنان معتدى عليه، ما بعرف شو إنه شو الموقف اللبناني اليوم، رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، الرئيس بري، سيد حسن نصر الله. أنا بعتقد كلبناني كنت بفترض إنه باللحظة التي حصل هذا فيها العدوان، صباح الأحد يدعو رئيس الجمهورية مجلس الدفاع الأعلى للاجتماع. صباح الأحد، مش كل الناس ناطرة شو بده يقول السيد حسن نصر الله بعد الظهر. شو صفة السيد حسن نصر الله بالنسبة للدولة اللبنانية، كدولة لبنانية شو صفته؟ بمعنى أنه لا يجوا كل المسؤولين وكل الناس وكل العالم ينطر أنه السيد حسن نصر الله شو بده يخطب العصر وكيف بده يرد. هذا أكبر دليل على أنه قديش الدولة اللبنانية مهمشة أو مهمشة حالة بهذا الموضوع. أنا لو بفترض أنه يوم الأحد صباحا اجتمع مجلس الدفاع الأعلى مثل ما كانوا الإسرائيليين، كان نتنياهو عم يشرف على العملية اللي صارت بدمشق بلحظة اللي عمل عملية كانت بلشت الاجتماعات الإسرائيلية والمجلس الوزاري المصغر يعمل اجتماعات. نحن الأحد ويكاند كان كل المسؤولين، ما بعرف شو كانوا عم بيشتغلوا أو كذا، بس على الأقل كمؤسسة، مؤسسة الدولة كمجلس دفاع أعلى مجلس وزراء ما كانوا موجودين، وما بعرف لأمتى اجتمعوا بعدين، بقوا للثلاثة أو الأربعة بعدين مجلس الوزراء أو ما إلى ذلك. بيّن أنه نحن كنا هالمؤسسات صدى لموقف السيد حسن نصر الله. صار وظيفة الدولة اللبنانية تقول إيه معه حق أو ما معه حق، أو أنه بما معناه أنه السيد حسن نصر الله طلع على التلفزيون بالخطاب وقال لهم تصلوا بالأمريكان، عملوا شوفوا شو بكون تعملوا، اتصلوا بالأوروبيين قولوا كذا، خليه ضبضب نتيجة ينضبوا. طيب أنا رأيي هذا المشهد ما بليق بالدولة اللبنانية. إذا في دولة بتقول أنه أنا دولة لبنانية وأنا مسؤولي وقد كلامي قول هالمسؤولي. تانيا بالسياسي والرد والمسألة مش مسألة معلش، يعني الكرامي مش أنه والله طيب أنه ضربي، طيب أنا هلأ صارت الضربي ليش بعد، يعني في واحد المسألة حسابات سياسية، يعني أنه أنا ما عم بقول ما لازم الرد على، بس بمعنى كيف ترد بطريقة قوية، بمعنى كيف قوية. لذلك كان مطلوب أو المطلوب الأساس أن الدولة اللبنانية، طب ما في اتصالات دبلوماسية، في علاقات، في سلاح، في كل العناصر يجب أن تكون مثمرة، لكن بإطار مؤسسات الدولة. إشكاليتنا بهذه الدولة وممثلين المؤسسات أنه يتصرفون وكأنهم بيد حزب الله، بيقول له نعملوا هيك أو ما تعملوا هيك. رح تابع بهذا الموضوع، بس رح أخذ كمية من مداخلات المستمعين هيك بنعلق على المداخلات بشكل سريع. نعم. على الأمين. أول اتصال، مرحبا. تاني ألو. اتصال مرحبا. مرحبتين. مين معي؟ معك لويس. أهلا وسهلا لويس، تفضل.
أو شيء تحية لضيفك الكريم وحديثه الحلو. تاني شيء واحد إنه هيدي الطيارة مثل ما تفضلوا هيك فيها إشكالية كبيرة أخبار وأخبار وأخبار بغض النظر عن الصح والغلط، هل هي تمثيلية أو مش تمثيلية أو مضبوطة. قرار الحرب والسلم ما رح يقدر السيد حسن ياخده مهما على خطابه وارتفع صوته. معطيات الـ 2006 لا تنطبق إطلاقا على معطيات الـ 2019 مستحيل. أول شيء أهلنا الشيعة يسألهم بالأول إذا المجتمع الشيعي بلبنان اللي على تلفزيوناته بالإعلام بيقول لبيك نصر الله إذا فعلا بده حرب. هيدا مشي، هيدا بالون كبير عال بوج الصهيوني ما لنا مشكلة، بس إننا تيفوت حزب الله بمعركة وحرب مع إسرائيل أنا رأيي معدومة هيدي المعطيات عنده وعملية عنطرية لا أكثر ولا أقل. وصلت الفكرة. بدي أشكر مداخلتك أستاذ لويس، تعليق سريع. أنا بوافق أنه حزب الله ما ومدرك أنه ما بيقدر يفوت، ونقطة سريعة بس هي لها علاقة، أنا تقديري كل سياسة حزب الله فيما يتعلق بالموضوع الإسرائيلي وبالفكرة إسرائيل والعدوان والمقاومة لازل هدفها كان الوصول والسيطرة على السلطة بلبنان. مسك هالسلطة، مسك هالسلطة، هذه السلطة جزء أساس الإمساك بالسلطة اللبنانية. كل الحروب اللي صارت من خلال عم تشكك حط ألاف الشهداء حزب الله ضد إسرائيل. أنا عم بحكي بالسياسي، حط ألاف الشهداء وغيره، حط ألاف الشهداء مش بس هو يعني شهداء. لا عم نحكي بمعاركه ضد دفن إسرائيل دفن. ما في شك أنه هذه عم تشكك بنوايا يعني في شهداء. السيطرة على السلطة والتحكم بسلطة بلبنان هي هدف أساسي لهذا المشروع واللي حققه حزب الله إلى درجة. أما موضوع تحرير القدس والطرقات على القدس اللي هو أعلن أنه قاتل بسوريا وقال بده يحرر القدس وعم بيشيل طرقات، هذا المشروع نجح، مشروع الممانعة ومشروع نجح بالسيطرة، نجح من العراق لسوريا للبنان. أي نجاح، أي نجاح بلاد مدمرة تقلي نجاح؟ إنه إذا هذا النجاح سيطر هذا على البلاد، شو سيطر على شو؟ اليوم النفوذ الإيراني ممتد من على ركام دول، إنه عم سيطر على العراق المدمر، مسيطر على اليمن المدمر، مسيطر على سوريا المدمرة، مسيطر على لبنان اللي على حافة الانهيار. كيف هي انتصارات؟ بدي أفهم أنا بأي معيار، كيف هو الفهم للانتصار وتحقيق الانتصار؟ لا نحن حققنا مصالح. إيه أنا بدي أقول حققنا مصالح هالحروب، حققت مصالح لإسرائيل اللي فاتت، انفتحت أوتوسترادات لإسرائيل على المنطقة العربية قد ما بدك، ما كانت تحلم فيها إسرائيل. هذه الحروب التي حصلت فوتتها لإسرائيل على كل المنطقة العربية. بدي أخذ مداخلة جديدة، مرحبا من معي. مداخلة جديدة، مرحبا من معي. مساء الخير. أهلا وسهلا. معكم نبيل. أهلا وسهلا نبيل، تفضل. تحية لكم. أول شغلة بالنسبة لإطلاق النار من قبل عساكر لبنانيين على الطيارة بالعدايس كان غلط. تصدي الجيش الإسرائيلي للطائرات الإسرائيلية، تصدي الجيش اللبناني للطائرات الإسرائيلية المسيرة. هذه شغلة كانت بتعرض أرواح العساكر للخطر، أما كان بينزلوها بالتشويش الإلكتروني، وأما بتطلع طيارة سيسنا كارافان تصفقها صاروخ جو جو بتنزلها. هذا أول شغلة. تاني شغلة أستاذ علي، حزب الله عم بوجه الاتهام، أصابع الاتهام للداخل اللبناني أنه طيارات المتريس طلعت من الداخل اللبناني. هل نحن أمام عملية أرجو نمبر 2 إذا سمع فيها اللي صارت بإيران بالزمانات لما صار في ثورة بإيران وكان في دبلوماسيين إيران أمريكان محتجزين وهربوا عن طريق فيلم سينما اسمه أرجو؟ إنه هل في سواح مخابرات إسرائيلي فاتوا وفوتين معهم هالمعدات وبيقلبوها بيكون بشكلها كاميرات وبتنقلب بتصير طيارات، ولأنه المسافة كتير قصيرة، هل إنه دخلوا الجواسيس عبر مطار بيروت وظهروا ما حدا قال لهم وين يكون؟ بدي أشكر مداخلتك. أول شيء لتصدي الجيش اللبناني، نحن نحيي الجيش اللبناني أكيد من المبدأ، يعني على طول منطالب إنه الجيش اللبناني بس أنا بدي مرق هالشغلة. لا أكيد على طول منطالب إنه الجيش اللبناني ياخذ يلعب دوره، وبس يلعب دوره الجيش اللبناني بنقول لا ما كان لازم. لا 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 لازم يلعب دوره، وبالعكس نحن ورا الجيش اللبناني وما في لنا خيار إلا الجيش اللبناني. هي مسألة حاسمة
لا بالعكس، نحن هذه مسألة وكل كلامنا وكل اللي معترضين على الوضعية السيئة اللي بلبنان وهالثنائيات العسكرية هي التأكيد أنه في الجيش اللبناني هو السلطة الأساسية، ولا يجوز أي وضعية أخرى أمنية عسكرية يجب أن تكون تحت سلطة الجيش اللبناني. هذا أمر حاسم. لكن أنا كمشاهد اللي شفت على التلفزيون، وأنا بعتقد يعني في حدا يعني كأنه في صناعة صار للصورة، صورة ما كانت لائقة، إنه مجموعة ثلاث عساكر واقفين بالعديسي، وعلى فكرة يعني على العديسي أنا بعرفها المطرح اللي واقفين فيها، بالعديسي على الحدود تماما، يعني واقف على الحدود وعم بام 16 عم بيقوس على على الطيارة. ليش ما عنده إمكانيات؟ مش ما في تسليح. لا لا يعني أولا كان ممنوع تطلع هاي الصورة، وأنا بتقدير لتطلع هاي الصورة في حدا بسألك سؤال هون على الهامش تطلع هالصورة. قبل ما يعني ما يبين وكأنه هيك قبل قصة. إذا هو قوص بالام 16 بالام 16 قوص فيها وإجا تحذيرات من الأمريكان إنه هيدا سلاح أمريكاني عم تستخدموه ضد سلاح أمريكاني آخر وما فيكم تستخدموا ما سلاح فيش. لا ما عنده إمكانيات ما فيش، مش إنه ما في، لا إنه إذا طيارة عم تتجاوز يعني وأنا معتبر كيف لو استعمل غير سلاح أصلا هيدا انا رايي لا ما كيف بده يستعمل غير سلاح. لا في يستعمل ممنوع يمكن على الجيش اللبناني في بمعنى انه انا 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 تعليقي على الطريقه على تظهير هالطريقه وهالاسلوب بالنسبه للموضوع الثاني وانه امكانيه يرد الجيش. لا برد الجيش اللبناني اذا في عدوان بده بموضوع الضاحيه بال 2006 بالحرب رد الجيش مش انه ضل بموضوع الضاحيه. شو صار بالضاحيه بالضبط؟ هل مزبوط هناك كان عمليه من الداخل اللبناني يعني نحن تحليلات معلومات بهذا انه الموضوع؟ كل التقنيات بتقول او اللي حسب وصف الطياره واللي انا ما بفهم فيها بس اللي كتار قروا انا من اللي قريته انه هاي الطياره يجب ان توجه من مكان قريب يعني ما ممكن تكون موجهه لانه في بنايات وانه احتمال تكون من البحر كما قالت بعض الصحف الاسرائيلي صعب لانه انت بمنطقه فيها كثافه عمران بصير من الصعب توجهها على بعد 5 كيلومتر ما في إمكانية. بس صار الخارق الإسرائيلي أكبر. طيب إذا طيب كان في في مش طيب السؤال الخارق حدا بيعرف شو الخارق اللي صار؟ هل هو في عملاء لأنه نحن بنعرف الشيخ نعيم قاسم قال لا الطائرات إسرائيلية وأيادي إسرائيلية وكلها طيب يعني نحن أمام مشهد عدة احتمالات، إما يكون في خرق ما بمعنى أنه في عملاء إسرائيليين اشتغلوا بهذا الموضوع، في البعض هلأ الرواية اللي بتنقال أنه في إسرائيليين فاتوا وإجوا هني أداروا هذا الموضوع هي بتبقى رواية احتمالات أنه تكون قام. طيب هذا احتمال، لكن نحن الرواية الرسمية نحن كمان بنطالب الدولة اللبنانية بنطالب المؤسسات الرسمية. طيب نحن التاني يوم قال القاضي جيرمان المدعي العام انه نحن جينا والجيش اللبناني سيطلع على الطائرة. طيب بعد يومين بنشوف انه المقاومة الإسلامية هي اللي بتطلع البيان اللي بتعلق بالطيارة وشو هي الطيارة، وما بنشوف اي كلام صدر عن الجيش اللبناني بهذا الموضوع. انا هلا عم بقوله انه كرمال حزب الله وكرمال تفادي للحرب، لأنه كلنا عارفين الحرب ستكون خسارة بالمطلق، ما فيها يمكن يكون انتصار جديد، ما في انتصار أي انتصار بالألفين وستة انتصار أي هل 2006 انتصار بتسميه؟ استاذ علي أنت ما بتسميه انتصار أخي بس يا أخي أنت طب ما شو هي معايير الانتصار؟ فهمونا إياه إنه 2006 ما قدرت إسرائيل حققت أهدافها. طيب وشو صار بلبنان؟ إنه لبنان يعني منتشي بالانتصار، أي ضرب مشروع الدولة، هذا الانتصار أدى إلى أنه الدولة صارت يمكن هامش. دفع ثمن اقتصادي يمكن دفع ثمن اقتصادي بس أول دولة عربية بتحقق انتصار على إسرائيل. يا أخي مش انتصار، مش انتصار بتقلي أنه أنت مقابل أنك أنت من هزمت بالكامل قدام إسرائيل، مقابل أنك من هزمت بالكامل قدام إسرائيل دفعت أثمان عم ندفعها لحد الآن اليوم على المستوى الاقتصادي والمالي وعلى مستوى إدارة الدولة وتهميش الدولة وبروز الميليشيا، والميليشيا هي سيطرت كل هذه عوامل. ليش مش عوامل هزيمة هاي؟ إنه نحن هي قصة إنه وإذا بدنا ننتشي طيب ماشي الحال فيكن يا خي هلأ روحوا عملوا حرب. بس بكلمتين، أجواء عشية حرب تموز شبيهة بأجواء اليوم؟ يعني لا منا شبيهة، منا شبيهة بمعنى أنه ما رح يصير حرب. حزب الله تأكد ما رح يريد حرب برأيك، والإسرائيليين برسالتهم الأخيرة أنا رأيي ما بدون حرب. الإسرائيليين عندهم هذا ملف الصواريخ الدقيقة بدهم يحلوا، وبتقديري هاي المعركة بها الحدود هنا.
مداخلة جديدة. مرحبا مين معي؟ مرحبا. أهلا وسهلا مين معي؟ جوز كيفك؟ ماشي الحال إدمان تفضل. عندي شغلتين بس بحب أحكي فيهم سي جورج إذا بتخليني أكملهم. بس أكيد بس ما فينا نطول كثير. أوكي معك حق. الحوار الاقتصادي اللي بده يصير نهار الاثنين أنا بنيشي بالكتائب ما يحضروا ما يحضروا لأنه هن من ثلاث سنين عم يصرخوا ما حدا رد عليهم متهمون بالشعبوية وما ردوا عليهم وحاربوهم بالانتخابات وحطوا العين البدنية والمجلس الدستوري وقيمة القيامة عشان احنا بدنا نشترك معهم. بس النائب سامي جميل اليوم قال رح يحضر ورح يحمل رح يكون صوت المعارضة ورح يرفض المس بحقوق الناس بهذا الاجتماع رح ينقل وجهة نظر المعارضة. ما قال لهم ايه وما ردوا عليه يقضوا شوكم بايدهم هني يقضوا شوكم بايدهم نحن ما قلنا خاصة الكتاب هالقصة كلها هني اللي دمروا البلد. بعدين في شغلة تاني مسي جوز تفضل. 1701 مين خرقوا؟ بس بدي اقول شغلة الحرير عم يقول الدول على العالم وكل انه ما هم حسب الله اللي خرقوا لما بيروح بيقاتل بسوريا بيقول اذا قتل مقاتل بسوريا بدي اجي قاتلك بلبنان هذا مش خرق 1701 والسلاح اللي عم يجيبه والصواريخ كل نهار بيتحدى اسرائيل يا اخي حل عرب على اسرائيل حررتها بال 2000 وفلوا بقي مزارع الشبعة اخذ حجي لايدك مزارع الشبعة تضل اسلحك ما راح دمرت البلد كله وعم بيعطيه صلاحيات عم بيغطيه للحزب هو ميشيل عون انه اذا اعلان حرب انا بدي اوقف مع الحزب يعني عم بيعطيه شرعيه. بدي اشكر مداخلتك ادمون من كندا. تعليق بس بدي تعليق سريع. ما يعني انا بوافق معظم اللي قاله خاصه بما يتصل بموضوع الحرب وحتى بموضوع الاقتصادي واذا مكفيين بهالطريق نحن الى مزيد من الانهيارات وواضح يعني المسار واضح ما بده كتير اذا ما تغيرت بموضوع لقاء بعبد الحواري. بس خليني تابع باختم موضوع لبنان واسرائيل والاعتداءات اللي صارت اخيرا. بدي اخذ مداخله جديده. مرحبا من معي. العافية. أهلا وسهلا معك مواطن. أهلا وسهلا. بس أسأل ضيفك الاستراتيجية الدفاعية الجيش اللبناني وقيادة الجيش بدأ تحملها أنه إذا أخذ السلاح والصواريخ اللي عن حزب الله اللي هي إيرانية الصنع يعني والحزب بيقول أنه هي إيرانية الصنع بدنا نرجع نحن نجيب لها قطع وقصص من إيران. الجيش قبل أخذ ما قدر يأخذ من إيران لأنه في إيران عليها عقوبات وبطل الأمريكان يقدروا يعطونا. وإذا حطوا حزب الله بند إنه جنوده وعناصره ينخرطوا بالجيش مين بيوافق على هذا الشيء؟ وشغلة تانية بس حضرتك كنت ذكرت إنه حزب الله إنه استفاد من الشهداء تعوله. حزب الله لو استفاد من الشهداء تعوله ليوصل للسلطة كنت بتشوف السيد حسن رئيس الجمهورية. أنا مني مع حزب الله ومني قبل حزب الله بس أنظف حزب ومش موسخ إيديه بالفساد هو حزب الله وبدليل إنه ما معه مصاري مثل النواب التانيين والوزراء التانيين والكتل التانيين اللي عايشين بقصورة وبيترفعوا وعايشين بنعيم. بس هاي حبيت وضح لك اياها بس كرمال لانه حضرتك ذكرت شيء لانه كل العالم تحكي مع ضيفي مش هيك؟ مع ضيفك اكيد مع ضيفك لانه ذكر انه يعني كلنا بنعرف شهداء من كل الطوائف يعني ما وصلوا يعني هدول الشهداء اللي ماتوا مش كرمال ماتوا كرمال قضية بكل الأحزاب عند كل الأحزاب مش بس عند حزب الله. ما بفكر حزب الله أنه يعني استفاد من قصة الشهداء ليوصل للسلطة بالعكس كان قادر يوصل للسلطة بالقوة إذا هو بده بالقوة إذا بده السلطة للسلطة. وصلت الفكرة. أنا بدي أشكر مداخلتك. شو بتقله؟ أنه هلأ سيد حسن أهم ولا رئيس الجمهورية برأيك سلطته بالبلد أيوة أقوى؟ هو مش بس سلطة أهم من السلطة أقوى من السلطة يعني على رأس السلطة. إنه معلش إنه مين اللي عمل قانون الانتخاب؟ أنا من اللي بدي دلني أقول رئيس الجمهورية مش بس إنه مش عم بقول إنه هو رئيس الجمهورية بس في واحد بالبلد أهم من رئيس الجمهورية فعليا مش عم بتقولي دستوريا شيء تاني بس هلأ إنه مين اللي ماسك السلطة بالبلد يعني هلأ إذا ما في واحد اسمه رئيس الجمهورية اسمه السيد حسن نصر الله بيكون مش بالسلطة مثلا؟ إذا واحد هو بيجيب رئيس الجمهورية إذا واحد هو بيقدر يحدد مين يجي رئيس حكومي أو بيجيب هالوزير أو ما بيجيب هالوزير أو بحي هذه السلطة الأهم يعني مش السلطة الأضعف. وإنه فكرة الفساد والأنظف ما على شيء يعني هذه تورط بال يعني
الملفات الفساد الكل تورط فيها. مداخلة عبر الواتساب لي زمان، يعني زمان المستمع بلال من فرنسا بعتها، رح أخذها مرقة. ألو مرحبا أستاذ جورج، كيف صحتك؟ سؤال للأستاذ أمين. هلأ أمريكا فرضت عقوبات على جمال بنك، طيب العقوبات تسهلت بسبب مصرف لبنان، طيب مش ممكن أمريكا تشوف إنه مصرف لبنان سهل له لهالبنك ومتفرض عقوبات كمان على بنك على مصرف لبنان؟ شكرا. بدي أشكر مداخلته للمستمع من فرنسا. إنه مصرف لبنان سهل العقوبات، أنا بعتقد يعني إنه يعني ما فهمت السؤال كتير منيح، بس إنه كأنه إذا المقصد إنه مصرف لبنان هو سهل لبنك الجمال، ثم بنك الجمال يعني فبالتالي مصرف لبنان ممكن يصير عليه عقوبات لاحقا، ما بعرف بهالتقنيات، لكن على الأقل إذا اليوم التفاصيل اللي تم عرضها عن أسباب العقوبات على بنك الجمال أوحت أنه في عملية تغطية على كانت على حسابات معينة هن بيعتبروها حسابات غير شرعية وكذا، وتم كشفها لاحقا. قد يكون أنه مصرف لبنان ما كان منتبه لهالأمور، وفي جهات أخرى كشفتها لاحقا، وبالتالي مش ما بالضرورة أن يكون مصرف لبنان يتحمل مسؤولية يعني بهالإطار. طيب تداعيات هيدا العقوبات، ما زال رحنا على موضوع الاقتصادي قبل ما أطلع. ما إذا 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 بدنا نضلنا مكفيين بهذه، يعني إنه إذا نحن متسهلين بالسيادة، متسهلين بقصة الدولة، ومتسهلين بالقانون، ومتسهلين بالرقابة، وفلتاني يعني على عواهنها، كل واحد بيفتح حسابه بالبلد ماليا أو عسكريا أو أمنيا، بلد سايب بهذا الشكل، إذا نحن كلبنانيين مش مهتمين أو مش قادرين، في غيرنا عم يتضرر وعم يعتبر حاله معني بأنه يواجه هذه الحالة. العقوبات الأمريكية شو ما قلنا فيها، بس نحن متحمل جزء من مسؤوليتها بسبب هذا التسيب. هلا بيجي بيقولوا لك لبنان يا خي نحن مش قادرين شو بنعمل، يخلصونا من السلاح، يخلصونا يا خيت ماشي الحال. إذا أنت ما بدك تعمل واجباتك فيما يتصل بمصالحك الوطنية وبمصالح دولتك وحماية دولتك، هذه الأوضاع اللي بدولتك عم بتأثر على مصالح ودول آخرين، سواء من التدخلات، سواء من تبييض الأموال، سواء المخدرات، سواء لوين ممكن تروح اليوم في تطمينات أنه مش هحتال مصارف أخرى. أنا رأيي المشكلة الأمريكان بالتعاطي معه ما بواضح أنه بيتعاطوا على نفس طويل مثل ما بيقولوا. نحن عم نشوف، خلينا نراقب، عم نشوف في إجراءات عم بتصير، يعني كل مرة بينحكى أنه في بنك، أنا كنت سامع من 3 أشهر 4 أشهر هل ممكن أنه في بنك، طيب نقال هلأ عم بينقال أنه في قوى سياسية حزبية حليفي لحزب الله ممكن تطرد. أنا ما عندي معلومات، بس أنا متأكد نتيجة المسار اللي كنا نسمع قبل أنه في بنك بدهم يعملوا كذا في كذا في كذا، عم بتصير. يبدو نحن فايتين بمسار، أنا بتوقع بعد فترة ضمن السيستم، ضمن يعني المسار اللي ماشي فيه الأمور، أنه بدنا نشهد عقوبات على ممكن شخصيات. ممكن سؤال يعني شوي هيك مهم بالنسبة لألي، يعني تطرحه، ممكن تتلاشى هيدي العقوبات في حال التقارب الإيراني الأمريكي بالوساطة الفرنسية أخذ مدى؟ أنا بعتقد هذا ولا موضوع لا. ملف الحزب الله مفصول عن هذا، بعتقد أنا ملف مفصول بمعنى بما يتصل بدوره العسكري والأمني. هذا الوضع مدام حزب الله بهذه الصورة، هذه العقوبات مستمرة ورح تتصاعد برأيي بشكل، يعني هذا التعاطي عم بيصير بهذا الشكل. بتقلي بعدين حزب الله بفوت بتحول لحزب سياسي لبناني، بندخل بنظام بمعنى أن الدولة هي الأساس والمؤسسات الدستورية، ساعتها بنكون عم نتحدث عن جسم آخر بالمعنى الثاني، ممكن ساعتها يكون في مسار آخر للعقوبات، أو بمعنى بيكون في تحول حصل وبالتالي يفرض تغييرا ما لهذه العقوبات. وأنا بعتقد أي تقارب إيراني أمريكي حكما سينعكس مش أنه على حماية الدور العسكري والأمني لحزب الله، إنما على إذا بدك تقليص يعني إنهاء الدور الأمني والعسكري، يعني التفاهم الإيراني الأمريكي إذا حصل مجددا فهو حكما سيتصل بجملة ملفات، مش معقول يكون حصرا بقضية معينة. مداخلة صوتية جديدة. يعطيك العافية حسن ذيب الجنوب. هذه هي النتيجة الطبيعية لما بنوضع بلد
رهينة أو ساحة للآخر. أنا بقول أنه أكثر الناس بيعرفوا شو ردة الفعل الإسرائيلية. والأستاذ علي وأنا لكوننا أبناء الجنوب وكوننا عانينا من المسألة بنعرف الرد الإسرائيلي، بقول أنه أو أغلب لحتى أكون أكثر موضوعية أنه حزب الله لن يتجرأ أنه يكون برد، لأنه بيعرف شو يعني ردة الفعل الإسرائيلية. الحكي بالإعلام شيء والواقع شيء تاني مختلف. نحن بنعرف تماما شو النتيجة فيما لو أقدم على ردة فعل غير محسوبة. ويعطيك العافية. بدي أشكرك صديق المستمع من الجنوب، شو بتقله؟ أنا بتبنى كلامه تماما، وواضح أنه السيد حسن هو من ابن المنطقة فوق وبيعرف شو جو الناس وشو الواقع على الأرض، وكيف أنه إمكانية تحمل فكرة حرب مجددا أمر ما بيخطر على بال أي مواطن جنوبي تحديدا ولبناني عموما. طيب خليني أروح لطاولة الحوار اللي دعا لها رئيس الجمهورية، كل الأحزاب مدعوة على بعبدة، الكتل النيابية كمان مدعوة اليوم. شو متوقع من هذه الطاولة بظل الظروف الاقتصادية، التصنيفات اللي هيك تأثر فيها لبنان بالفترة الأخيرة؟ يعني باختصار أول شيء فينا نقول بالمبدأ نحن ما شفنا سياسة جديدة أو سلوك يوحي بالثقة من قبل السلطة اللبنانية، سواء على المجلس على مستوى المجلس الوزراء أو مجلس النواب، يوحي بأنه هناك فعلا ذهنية مختلفة في التعاطي مع مشاكل البلد والمشاكل الاقتصادية والمالية، وفي سياسة مختلفة عن هذا اللعب. لذلك يعني مثلا حتى بموضوع اللي بيتعلق بقصة التعيينات، اليوم عم نشوف نفس الذهنية ونفس العقلية بقصة التعيينات المحاصصة وما إلى ذلك. الأمر اللي هلأ اللي رح يصير ببعبدة جمع هالقوى السياسية هو ليس للبحث في يعني بحث جدي في كيف معالجة الموضوع الاقتصادي، ولكن وضع الجميع أمام أنه ما عندنا خيار إلا بدنا نزيد مجموعة رسوم، لأنه في موضوع بدهم يزيدوا موضوع البنزين التفئة، بدو يحطوا حدود لسعر صفيحة حد أدنى وحد يعني أعلى. في زيادة بالنهاية زيادة رسوم. هذه زيادة الرسوم هني بحاجة، لأنه العقلية المحاصصة تتطلب شو بيعملوا، انه ما انا ما بدي اتحمل لحالي، تعوا انتم كلكم معي خلينا نتحمل كلنا المسؤوليه. الاجدر انه يطلع اليوم لو في مسؤولين يعني فعلا جادين انه يعملوا يعطوا رساله للشعب اللبناني انه والله نحن جادين بانه نعمل اصلاح جدي في ملفات طالعه ريحتها. يعني تيجي هلا تعمل انت نوع من كشف لملف وإصلاح ومعالجة ملف في حوله هذا بيعطي سئلة اللبنانيين. سامي جميل قال اليوم المعالجة مكامن الخلل بالدولة والهدر والفساد وضبط الحدود والتهرب والسيادة قبل اللجوء إلى غيبة المواطن. هذا كلام منطقي جدا، لأنه أني أنا كمواطن هني عم استقوي علينا كمواطنين، هني ما فارق معهم، بس أنه أنا إذا أنت بدك تقنعني أنا زيد يا أخي بدي أدفع ضريبة زيادة، بس إذا أنا عم بدفع الضريبة وحاسس أنك أنت عم بتروح تفرط فيها عم تتقاسمها انت وفلان ما عم تروح على المكان المناسب، بحس انه انا عم بنظلم ومغبون وبغضب. لذلك عم يعني اللي قاله الشيخ سامي بانه على الاقل اعطوا رساله للمجتمع بنكون جادين تعملوا اصلاح جدي توقفوا الفساد والهد. يكفي ملف الكهرباء يا اخي، هذا الفضيحه الكبرى، الملف النفايات، ملف الكهرباء انه خطه الكهرباء طلعت عن مجلس الوزراء من 4-5 أشهر على اساس مستعجلين ويا لطيف، وبعد لحد هلا ما شفنا شيء. يعني في وقاحه، في استسهال. ليه ما عم بيروح هذا الموضوع؟ تعرف انه انا بسال مرات مثل كل اللبنانيين، مرات بقول والله بنستاهل نحن، لك يا عمي بننسرق هيك عينك بنت عينك وساكتين وما حدا بيحكي وما حدا. طيب ما اذا نحن ساكتين وما عم نحكي ليه بدهم يسرقونا مره تانية وثالثه ورابعه؟ ليه ما بدهم يسرقونا؟ مداخله صوتيه جديده. مرحبا، مين معي؟ الو الو، حسن عايش معك. اهلا حسن، تفضل. من الجنوب. اهلا وسهلا فيك، تفضل. هي لنا 60 سنه بالنسبه لهالوضع اللي نحن عايشينه، يعني ضعف الدوله اللبنانيه وضعف الجيش اللبناني. نحن حابين انه يقوى هالجيش اللبناني
حتى يحمي حدودنا ويحمي سمعنا. إن 60 سنة ماشي مع الأماكن والأماكن ما فادونا والأماكن حريصين على أمن إسرائيل وما ما بيريدوا حدا يمس بأمن إسرائيل. طيب شو الحل بالنهاية بالنسبة لهالوضع هيدا إنه سمعنا وأرضنا وبلادنا و يعني ما بيصير هيك على طول عن نحن كجنوبيين عم نتهجر من هذا الأرض. كل ما صار شيء عم نروح نحن بكبش محرقة. وبالنسبة لحزب الله يعني حزب الله مش إنه هو حريص على الدولة اللبنانية. مطلوب تقوي الدولة اللبنانية كمؤسسة عسكرية. شو بتقول له أستاذ علي للمستمع؟ خليك معنا. كل السياسات لا عم أستاذ علي شو بده يقول لك لألك عم تطرح وجهة نظرك. كل السياسات التي تضعف الدولة تجعل البلد مستباح. ما دام عندنا دولة ضعيفة مش انه قوي هالدولة. ليش حزب الله شو وظيفته؟ قوي الدولة وظيفته يقوي الدولة، ينخرط بالدولة، يصير ضمن الدولة، يعتبر ولائه للدولة مش شيء تاني. تاني انا عم يحكيك المسامع تفضل. الدولة تخلت عن وظيفتها بحماية. من هي الدولة؟ من هي الدولة؟ اللي من هي الدولة؟ من هي من هي؟ يعني ترجم لي يعني الأستاذ نبيه بري الدولة اللبنانية؟ لا سمير جعجع الدولة اللبنانية ولا سعد الحريري؟ من هي الدولة اللبنانية؟ المسؤولين عن هالدولة من هن؟ يعني هن مسؤولين يعني بتحمل مسؤولية اللي موجودين بالدولة. يعني مثل مثلا الرئيس بري والسيد حسن نصر الله موجودين بالدولة بيتحملوا مسؤولية ضعف الدولة ولا لا؟ بدون شك كلهم يتحمل المسؤولية. فإذا نحن إذا ضلينا ماشيين مع الأماكن بده ضل لبنان هيك بعد لمية سنة. مش تمشي مش مطلوب تمشي مع لبنانيتك، تمشي مع دولتك. نحن المطلوب منا يقوي مش تمشي تحمي المواطن. عم بقول لك بدهم أول مؤسسة العسكرية. جاوبوا على هاي إيه أكيد أول مؤسسة العسكرية. لما بتقوي الدولة بتقوى المؤسسة العسكرية. تانيا القوة معايير القوة هي ليست عسكرية فقط، هي سياسية، هي اقتصادية، هي اجتماعية. مش انه انت اذا عندك سلاح قوي بتكون قوي او اذا ما عندك سلاح. كل هاي العوامل، وحدة البلد، وحدة المؤسسات هي قوة للبلد وهي قوة، وعلاقاتك الخارجية هي قوة. بدي أشكر مداخلة المستمع كمان مداخلة جديدة. مرحبا من معي. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. أنا مواطن لبناني وما بشتغل بالسياسة ولا إلى لبنان فقط لغير. بحب أقول ب 11 أيلول سنة 2001 منظمة القاعدة خطفت طائرتين مدنيتين وصدمتهم بناطحة سحاب نيويورك. نتيجة ذلك 2751 إنسان ماتوا بيوم واحد. اللي شو بالمطلوب باختصار سؤالي، هالقاعدة فرخت منظمة منا جبهة النصرة وداعش. سؤالي، شفنا على التلفزيونات خريطة لجنوب سوريا، نصرة شمالا محاصرة من الجيش السوري وجنوبا من إسرائيل، وشفنا نتنياهو عم بيستقبل الجرحى بمستشفيات. هل فينا نقول إنه المصارف الإسرائيلية كانت تتولى نقل الحوالات لتمويل الإرهاب وتحولهم لكاش وتعطيهم لجبهة النصرة؟ هل فينا ناخد طرف هالخيط لنعرف كيف الشبكات اللي بتمول منظمة القاعدة الإرهابية؟ بدي أشكر مداخلتك صديق المستمع. جواب سريع. يعني هذا موضوع معقد. الكل استثمر بالإرهاب، يعني ما بقي حدا ما استثمر. الإسرائيلية، الإيرانيين، الخليج، الأمريكان، الكل استثمر. مداخل جديدة. مرحبا من معي. ألو. أهلا. مساء الخير. أهلا وسهلا. حسب ما سمعنا وعم نسمع على وسائل الإعلام إنه الحكومة عم تفرض ضرائب على الناس، والهيئة إنه جحا ما في إلا لخيلته. بقى شو عدا ما بدأ لفرض هالضرائب الجديدة، ليش ما بيوقفوا أجورهم وتقاعد الخيالي والأجور والتعويضات الخيالية اللي عم تعد 300 700 900 مليون ليره للبعض بالقطاع العام؟ ليش ما بيخصموا 50% على هالاجور والتعويضات الخياليه اللي عم ياخذها البعض بالقطاع العام؟ والنواب والوزراء بدل ما يفرضوا هالضرائب على الناس، والناس اليوم بحاله يرسى لها. بدي اشكر مداخلتك صديق المستمع. يعني مثل ما قال هو، نحن الحلقه الاضعف الناس، وبالتالي أسهل شيء أنه لتحصل أموال أنك تفرض رسوم وضرائب من أنك تروح على قطاع معين أو بالدولة تحاول تضبطه أو تخفف من الهدر اللي فيه أو تخفف من المحاصصة. حكينا بالموضوع. مداخل جديد عبر الواتس أب. والله بصراحة بدي أقول له شغل لضيفك، يعني مع احترامي له، يمكن إذا لا بدهم الجيش يرد ولا بدهم الحزب يرد،
وما بعرف يعني شو بدكم، خليكم واضحين يعني انتو ما بدكم الجيش يرد وما بدكم حدا يرد، بدكم تاكلوها كفوف وتسكتوا وتلبتوا، هيدا اللي بدكم اياه. انا خلي الواحد يكون عنده صراحة، بس خلي الجيش رد بالام 16 والله بالبومبرشن. انت شو انت هيدا بالنهاية هيدا رد، شو انه يعني ما والله مش عارفين شو بدكم انتو. صدقني انا ما بعرف، انا عم حس هالطبقة يلي عم تحكي مش عارف شو بدها، ما بعرف يعني هيك بدها تضل تخانق حتى لو رد الجيش او ما رد الجيش، على طول في حجج وفي اسباب وفي ما بعرف. خليكم يكون عندكم صراحة اكثر من حسن من المانيا كان عم يحكي. انا بتمنى على الاخ حسن يعني ماشي الحال يجي بلبنان ويشوف شو الأوضاع بلبنان ويشوف شو يقرر هو شو الصيغة، وإذا بدوا على التمنيات نحن بنتمنى تتحرر القدس ونتمنى هلأ تفتح الطريق اللي وعدنا فيها السيد حسن نصر الله شق طريق القدس، نتمنى من بكرة تفتح هذه الطريق إذا قصة التمنيات. أما إذا قصة مصالح البلد والدولة فمفترض أنه يكون في على الأقل نشعر نحن أنه تحت أمر الدولة اللبنانية مش تحت أمر مسؤول إيراني كبير قال أنه هيدي المعركة إذا صارت رح تكون المعركة الأخيرة لإسرائيل. كل يوم عم نسمع كلام إيراني بأنه مسؤول إيراني حزب الله له وحده بيخلصنا من إسرائيل، كله هذا حكي بإطار البيع والشراء اللي عم بيصير إقليميا بالبلد. نحن الأمر الأساسي عم نقول يا أخي خلي هالدولة اللبنانية بعلاقاتها بقوتها الذاتية بحسن إدارتها للملف السياسي وعلاقاتها الخارجية مع الدول الكبرى بتقدر تحمي حال. اليونيفيل أحد أدوار اليونيفيل كمان له دور بهذا. فنحن لبنان إذا بده القصة يعني الواحد أنه يحكي الكلام بسهولة خي بدنا ندم بدنا الفلسطين من البحر للنهر، نحن كلياتها بدنا إياها، بدنا نقضي على كل إسرائيل. أسهل شيء أنه تحكي، بس كمان أنه نحن ما بدنا نوقع بأي خطأ يؤدي إلى كارثة نقول يا ريت ما عملنا. في مستمع من خارج لبنان لأنه بيقول يعطيكم العافية أبناء بلدي الحبيب، نتمنى نحن كالمنفيين في الخارج أنه السيد حسن نصر الله ولو لمرة واحدة يفكر بلبنان وما يطلع لما تريده إيران بشن حرب. حرام والله ظلم علينا، والله عنا أحلام بالرجوع لنعمر هالبلد، أمثالكم حلم بالرجوع، الله ينصركم. هيدا مستمع من خارج لبنان نقلته حرفيا، عم باخد كل الـ يعني كل الآراء من كل المستمعين، ما بدي استثني آراء حدا. بعد عندي مداخلات كتير للأسف خلص وقتي، بس كيف بدنا ننهي حلقتنا؟